Mosaïque FM Podcast. Sport Express. صبيح النور كمال الزعيم. متوسط الميدان الدفاعي أمضى البارحة عقد بزوز مواسم مع النادي البنزرتي والتأكيد من عنده. مضيت عقد بزوز مواسم مع النادي البنزرتي الحمد لله. يعني ما كانت يعني المحادثات ما كانتش يعني بالعكس, يعني كانت وجهة نظر متقاربة برشا. دونك أنا فرحان برشا بالإكسبرينس هذه الجديدة متاعي في نادي البنزرتي, جمعية كبيرة جمهورها بالمسؤولين, لقيت مسؤولين حق يعني بروفيسيونيل يعرفوا كيفاش يخدموا, يعرفوا كيفاش يعني يحكيوا مع اللاعبين, يعرفوا كيفاش يعني يتصرفوا في كل الامور يعني تخص نادي رياضة البنزرتي. ان شاء الله يكون في المستوى الثقة اللي عطاها لي ونقدم الاضافة في رياضة البنزرتي ان شاء الله. يعني ان شاء الله فما حاجة به كمال. نعرفوا اللي الملاعب اللي يتعدى على نادي البنزرتي الاوبجيكتيف نتاعو يعمل الروبون يعني يرجع على الساحة بقوة. انت كمال غبت شوية على الساحة الكرة التونسية, اهدافك مع نادي البنزرتي اسكو هي بيدها يعني اللي كنا نحكيوا فيها والا عندك اهداف اخرى؟ انا كل يعني الحمد لله يعني لعبت في الترجي التونسي, لعبت في النادي الرياضي, النادي الرياضي يعني في فرق يلعب الالقاب. ظهري النادي الرياضي البنزرتي جمعيه كبيره كيف كيف زاد السنه تلعب على الالقاب. دونك الهدف نتاعي في النادي الرياضي البنزرتي بطبيعه الحال يعني واحد يتحصل على لقب زوز يعني ديما يتحصل مذهبي على اكثر ممكن عدد من الالقاب. جمعيتنا عندها لاعبين ممتازين, دونك قدره ربي نكملوا مع الخدمه مع الاطار الفني الموجود. نقعد مع النادي البنزرتي اللي باش يكون رسميا ممثلنا في البطولة العربية للأندية القادمة. أكبيكو إيلي بنجاما لعب غاني جناحة أيسر عمره 18 عام, تايري مونتاري لعب غاني آخر عمره 18 عام أما يلعب جناحة أيمن, وزوز ملعبية غانيين يعملوا اليوم الفيزيت ميديكال قبل التوقيع مع النادي الإفريقي. شادي الهمامي لاعب السي اس اس ما شاركش البارح في تمارين الفريق, والمعطيات اللي عنا تقول ان الهمامي موجود في الكويت وقاعد يتفاوض مع نادي الكويت الكويتي. خالد بن سيسي مدرب الملعب التونسي يرجع اليوم لتدريب الفريق بصفة عادية. نذكروا اللي بن سيسي غادر تمارين البارح, غادر الميدان, والسبب هو انه بو واحد من الملعبية احضر التدريب وطالبه باش يلعب لولده يعني في المقابلات الجاية. تبقى بأنا كلام وبأنا طريقة وصل الطلب متاعه, ظهر لي الإجابة واضحة برشا. اليوم تتلعب مقابلات الجولة 14 إياب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. مقابلات الكل هتبدأ مع الأربعة متاع العشية في منوبة. النادي الأولمبي للنقل يواجه الملعب الجيبسي, مقابلة هامة برشا للستايدة. إذا يربح اليوم يكون موجود في الرابطة المحترفة الأولى رسميا وحسابيا. وبالنسبة لملاحقه أولمبيك الكيف يتنقل اليوم التوزر يلعب ضد جريدة توزر, وفوز الأولمبيك اليوم ينجم يضمن له بصفة كبيرة اطلوع للرابطة المحترفة الأولى. بقية المقابلات في زويت المستقبل القصري يلعب مع جندوبة الرياضية في ماطر, نادي الأهلي الماطري يلعب مع القلعة الرياضية في قربة, نادي القربي مع جرومباليا الرياضية في نابل, الملعب النابلي هلال مسيكن في ملعب بنجانيت بالمستير الملعب الفرعي, المعشب الأول نادي سبورتينج المكنيني يواجه النادي الرياضي الهلالي, وفي جربة حومة السوق جمعية جربة تلعب مع اتحاد بن بردان. 2012 اليوم نتعرفوا على أولى المترشحين للفينال الكبير, فينال واحد جويلية وأولى مقابلات الدومي مع 8 غير 4 في دونيتك الأوكرانية. الماتادور الإسباني يلعب ضد البرتغال, برتغال كريستيانو رونالدو. الدومي الثاني نذكره يتلعب غدوة بين إيطاليا وألمانيا.